تسليم أم مناورة؟ تساؤل الساعة في الحديدة، حيث تظهر الصور الآتية من هناك خروج مشرفي ميليشيا الحوثي من الميناء بعد عملية تسليم تمت لقوات خفر سواحل التي تتبع الميليشيا. أداء مهامكم، طاقم على الميناء وعلى السواحل بشكل كامل، مقدرين تعبكم وجهودكم لنا ومع أخوانكم رجال خفر السواحل. تسليم ميناء الحديدة أو مسرحية التسليم بوصف متابعين أتت في ظل غموض أممي حول طبيعة ما يحدث، لكن مصادر مقربة من لجنة الرقابة الأممية قالت إن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي حضر عرض التسليم بدأ مستان وربما يرفع تقريراً عن حادثة التسليم للأمم المتحدة. وقد أثار إعلان ميليشيا الحوثي انسحابها من ميناء الحديدة جدلاً كبيراً، فالحكومة عدته محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم الذي بحسب مصدر في الشرعية يقضي بانتشار القوات الأمنية التي كانت تدير الحديدة في عام 2014. واعتبر عضو وفد الشرعية عسكر زعيل عملية التسليم ادعاء حوثيا ينذر ببداية سلبية تجاه تنفيذ اتفاق السويد. تأتي التطورات في ميناء الحديدة مع الاتهامات التي توجهها قوات الحكومة للحوثي بارتكاب خروقات لاتفاق السويد في الحديدة والدريهم وبيت الفقيه، في ظل تأكيد قوات العمالقة بقيام قوات الحوثي باستهداف الطرق التي فتحتها قوات الحكومة لتسهيل مرور القوافل الإغاثية. ونحن الآن نفتح الطريق الرابط ما بين شارع صنعاء وجولة 16 لتصل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أخواننا في منطقة كيلو 16 وأيضاً إلى المراوعة وبيت الفقيه. ماذا يجري في الحديدة؟ وفق مراقبين فإن الحوثي لن يخرج من مدينة أخذها بقوة السلاح، لكنه نتيجة للضغوط الدولية يقوم بإعادة انتشار لقواته، أو كما يقول ناشطون ساخرون من مشرفيه إلى أنصاره.